مع نهاية الخمسينيات بدأ يكون لأفريقيا صوت في كرة القدم العالمية، إن لم يكن في أرضية الملاعب فبالتأكيد خارجها. وعندما تأسس اتحاد كرة القدم الأفريقية عام 57 استثنى جنوب أفريقيا بسبب التمييز العنصري، وطالب الفيفا بأن تحدو حدوه. وصل ستانلي روس وكانت المعركة لا تزال مستمرة، وجاءت الحجة أنهم لا يستطيعون شيئا ضد التمييز العنصري لأنها قوانين البلاد. في إثيوبيا اختلف يدين كاتشو تسيما القائد المهم في ميدان كرة القدم الأفريقية مع روس الذي كان يؤمن بأن من حق أي دولة أن تصبح عضوا في الاتحاد بغض النظر عن سياستها. وقال روس إنه لا يجوز أن تصبح الفيفا ميدان صراع عقائدي بين الشرق والغرب أو الشمال والجنوب أو البيض والسود. أذكر حادثة في عام 1964 أثناء أولمبياد طوكيو، وقد تصدى لها سير ستانلي روس. الحادثة كانت إقصاء جنوب أفريقيا من الفيفا حتى إلغاء التمييز العنصري من قوانينها. لقد قدم هذا العرض إلى المجلس ولم يوافق عليه سير ستانلي روس، والحقيقة أنه لم يشجعه. لقد قام سير ستانلي روس بمقاطعة الخطاب وفهم أنه بحاجة إلى المزيد من الأصوات، المزيد من الأصوات الانتخابية في الفيفا. عندما تحررت أفريقيا من الاستعمار وجد تسيما نفسه عضوا في المنظمة التي كانت تتوسع بسرعة، وحين كانت القرارات داخل الفيفا تتخذ على أساس أن لكل دولة صوتا بدأ أن تمثيلها سيتسع مع الوقت.